فيوتشر انجاز تاريخي، اول موسم ثم مركز بينافس على المركز الرابع، ثم تأهل الكونفدرالية، ثم تتويج بكأس الرابطة في النسخة الأولى. أعتقد بتشعر بالفخر كرئيس الشركة. طبعا حقيقة هو مشروع كويس، بس يعني مش هقدر اتكلم عليه، لان ليه؟ لا انا الحقيقة انا رئيس شركة فيوتشر مش رئيس النادي. مظبوط. النادي له مجلس ادارة الحقيقة من قامات كبيرة ومحترمة على رأسهم دكتور وليد دعبس رئيس مجلس ادارة النادي، فهو يعني هم اللي بيديروا شؤون النادي واللي ليهم الحق في الحديث باسم النادي. لا ده انا ما ينفعش، ده انا في جمهور اهلي وجمهور زمالك محلفني ما تطلعش من الحلقه النهارده غير لما تجاوب على سؤالين. لو مش عايز نتكلم على فيوتشر كتجربه او كحاجه ماشي، بس جاوبني على السؤالين دول على الاقل. عمر كمال عبد الواحد راح الزمالك؟ ده الاولاني عايز وايه الاجابه. التاني؟ شبهه بس على اصل انا مش الاهلي. هقدر الحقيقه اجاوب فعلا باسم مجلس اداره النادي، يعني الحقيقه وده يعني بس لازم عندك من المعلومات ما ما ممكن ان تقوله. بص في توقيت الصفقات المعلومات ممكن ما تكونش مفيده لجميع الاطراف، ولكن في الاخر اللي هيكون فيصل فيها هو تعامل مجالس ادارات الانديه مع بعض. رئيس الزمالك زف امبارح لجمهور الزمالك يعني الخبر السار بانه خلاص قريب قوي عمر كمان. بس اللي انا عاوز اقوله لك واللي انا متاكد منه ان مجلس اداره نادي فيوتشر بيجمعوا علاقات كويسه جدا بجميع الانديه. فبالتالي هو مجلس اداره بيفكر او هم بيفكروا ازاي اللي انا عارفه ان هم بيفكروا بطريقه مصلحه فرقتهم، وان اي ديل يعملوه يكون في استفاده فنيه لفرقتهم وفي ظل تعاملاتهم مع جميع الانديه. وفيوتشر مش قافل التعامل مع حد، بالعكس بيتعامل مع الجميع بس بالوين وين سيتويشن. مفهوم. تفاصيلها ايه بقى ده هنسيبها لمجلس اداره النادي. لو لعيبه من هنا لعيبه من هنا فلوس كويسه بس التفاوض يعني الطبيعي جدا. فبالتالي هم شغالين ده القرار اللي انا عارفه واللي تم اعلانه ان هم كانوا قالوا احنا محتفظين بالقوام الاساسي للفرقه. ايه بقى الديلات اللي ممكن يعملوها او كده؟ فنخلي بقى الحق ليهم بصراحه ونحترمهم. هم مجلس اداره حقيقه محترم جدا بيضم قامات كبيره، وهم اكيد هيعلنوا ده في التوقيت. كرئيس رابطه العلاقه مع رئيس الزمالك وقت الخلاف اللي حصل ثم بعد كده الهدوء اللي حصل من جانبه هو حتى في تصريحاته، ازاي تعاملت معاها؟ لانه في الاخر انا رئيس رابطه ومسؤول عن كل الانديه بحسب دايما تصريحاتك، ازاي تعاملت مع القصه دي على المستوى المسؤوليه اللي بتحتمها عليك؟ الحقيقة الحمد لله سواء من تجاهي أو من تجاه المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك تم التعامل معها كرجال دولة وبتحمل للمسؤولية. كان في خلاف وعدى وابتدينا نتعامل في الإطار المظبوط المناسب. خلي بالك يعني زي ما بقولك في خلال الموسم بتعدي بحاجات كتيرة جدا. في الآخر هل أنت وصلت للشكل اللي يقدر يكون مناسب ويليق صح بالانديه المصريه وبالدوري المصري؟ هو ده اللي احنا نطلع بيه من الموسم. صح. وارد يكون في خلافات ووارد ان حاجات تاخد شكل مختلف، ولكن في الاخر ما خدتش يعني توقيتها ما كانش الحقيقه كبير.